بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يجب على الصائم سواء كان صوم نفل أو صوم فرض أن يجتنب الكلام المحرم، يجتنب الكلام المحرم، بل قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب كالغيبة والنميمة والشتم قول الزور، لأن هذا يبطل ثواب الصيام أو ينقصه. هذه نهي عنها الصائم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذه أمور يجب على الصائم، على غير الصائم حتى، لكن الصائم آكد لأنه في عبادة، الصائم في عبادة، فلا يدخل عليها شيئا من المحرمات يخل بها ويبطل ثوابها، فيكون صومه تعبا عليه بلا فائدة. والصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب، بل هو أيضا ترك المحرمات، فيصوم سمعه ويصوم بصره وجوارحه عما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. من لم يدع يعني لم يترك قول الزور، وهذا يشمل كل الكلام المحرم أو من الزور، والعمل به، العمل بقول الزور لم يدعه وهو صائم، فليس لله حاجة، أي أن الله جل وعلا لا يريد منه صياما من هذا النوع، صياما لا يمنعه من الكلام المحرم، لا يريد الله منه ذلك، بل يريد منه صياما صحيحا سالما من هذه الأقوال والأعمال المحرمة. نعم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي، أن يجب على الصائم أن يتعاهد صومه ولا يماري، يعني لا يجادل وهو صائم ولا يخاصم أحدا وهو صائم، لأن المجادلة والمخاصمة تجر إلى كلام محرم وتشغل الصائم أيضا. الصائم يقبل على صيامه وعلى عبادته ولا ينشغل بالأقوال والأعمال التي تؤثر على صيامه. نعم. ولا يماري، ويصون صومه. وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا. كانوا أي السلف الصالح إذا صاموا يصون في المساجد،
يعتكفون فيها، يجلسون فيها ويمضون وقتهم في المساجد، لأن المساجد أسلم من الكلام غير اللائق، لأن الجالس في المسجد يذكر الله ويتلو القرآن. أما إذا جلس في الشارع أو في مجالس الناس أقل أن يسلم. فهم كانوا يجلسون في المساجد للعبادة وذكر الله ولأجل صيانة صيامهم عن الغيبة والنميمة غير ذلك. نعم. ولا يعمل عملا يجرح به صومه، ولا يعمل عملا يجرح به صومه من الأعمال المحرمة. نعم. وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة بدلا من هذه الأعمال المحرمة والأقوال المحرمة، يشتغل بما يليق بالصيام من ذكر الله وتلاوة القرآن ودروس العلم وغير ذلك. نعم. وكف لسانه عما يكره، كف لسانه عما يكره من الكلام. نعم. لأن آفات اللسان خطيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنته. اللسان خطير على الإنسان إلا إذا حفظه عن ما لا يحل له التكلم به. نعم. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم. نعم. من شتم أو سبه أحد، تكلم عليه أحد، فلا يرد عليه وهو صائم، حتى القصاص ما يجوز له وهو صائم، فكيف بالابتداء والاعتداء على الناس؟ فإذا سابه أحد فإنه يقول إني صائم، يجهر بذلك. وهذا حديث: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني يعلن هذا، وليس هذا من باب الرياء إنه يخبر عن صيامه، ولكن من باب الإعلان أنه من باب الإعلان لخصمه أنه يحترم صيامه ولا يرد على من سابه. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. شاتمه أحد من الشتيمة وهي السباب، أو قاتله يعني ضاربه، المقاتلة يعني المضاربة والتشابك في الأيدي، والصائم يتجنب هذا، يتجنب هذا احتراما لصيامه. نعم. وسن تأخير سحور. من آداب الصيام تأخير السحور، وينتهي بطلوع الفجر: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلا يتسحر مبكرا، وإنما يؤخر السحور بحيث ينتهي عند طلوع الفجر، هذا أفضل عملا بالسنة. نعم. إن لم يخش طلوع فجر ثان، لقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. فيؤخر السحور ما لم يخش طلوع الفجر، البراد بالفجر الفجر الثاني، الفجر الثاني المعترض في الأفق،
هذا هو الذي يحرم الطعام على الصائم والشراب. أما الفجر الأول فهذا لا يحرم الطعام ولا الشراب. وهذا بيان لصوم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينتهي من السحور ثم يقوم إلى الصلاة، وبين السحور والقيام إلى الصلاة فترة قدر ما يقرأ 50 آية. نعم. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. السحور يتسحر ولو كان يشك، لأن الأصل بقاء الليل كما سبق، لكن الجماع إذا شك في طلوع الفجر يمتنع عن الجماع، لأنه يبطل صيامه، لأن الجماع يبطل الصيام. أما الأكل والشرب فإذا أكل أو شرب ناسيا لا يضر صيامه، إذا أكل مع الشك في طلوع الفجر لا يضر صيامه، لأن الأصل بقاء الليل. أما الجماع فإنه لا يعذر فيه بالجهل ولا بالشك، بل يتجنبه. نعم. ويسن تعجيل فطر. نعم، من آداب الصيام تعجيل الفطر إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس، قوله تعالى أكلوا ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز له أن يؤخر الإفطار يقول زيادة أجر، هذا بدعة. يؤخرون الإفطار يقولون هذا زيادة أجر، هذا يعتبر بدعة، لأنه زيادة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، متفق عليه. لا يزال الناس بخير يعني بالسنة، عمل بالسنة، ما عجلوا الفطرة عند غروب الشمس ولم يؤخروه، ولأن فيه مبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. والمراد إذا تحقق غروب الشمس. المراد أنه يفطر إذا تحقق غروب الشمس، أما إذا شك هل غربت أو لم تغرب لا، ما يجوز، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، فلا يفطر مع الشك في غروب الشمس، لا يفطر إلا إذا تحقق من غروبها، وهذا بالمشاهدة، بمشاهدة الليل والنهار ومغيب الشمس في الأفق. نعم. وله الفطر بغلبة الظن، لأن ما غلبة الظن تنزل منزلة اليقين كثير من الأحكام، إذا غلب على ظنه أنها غربت الشمس يفطر، أما الشك لا، أما مع الشك فلا يفطر، لأن الأصل بقاء النهار. نعم. وتحصل فضيلته بشرب، تحصل فضيلة الإفطار بشرب الماء على الأقل، يعني على الأقل، وإذا أفطر على رطب أو على تمر ثم شرب هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، والرطب المراد به الجني الجديد، والتمر المجفف القديم، فإذا لم يجد فإنه يشرب من الماء، يحسو حسوات من ماء، أدل على أن أقل الإفطار أن يشرب ماء من الماء. نعم.
وكمالها بأكل ويكون على رطب. كمال السنة الإفطار أن يكون على أكل سواء من التمر أو من غيره أكل، لكن من الرطب أو من التمر أفضل. نعم. لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى ثمرات، فإن لم تكن ثمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث وقال حسن غريب. نعم، فدل على أنه يتناول شيء، على أنه إذا غربت الشمس يتناول شيئا من الطعام أو الشراب، ولا يقول أنا ما عندي شهوة الآن للطعام أو ما عندي شهوة للشراب وأنا ما عطشان. لا، يظهر السنة يفطر ويأكل شيء ولا يشرب شيء عملا بالسنة، ولا يقول أنا ما بحاجة، أنا ما عطشان ولا أنا بجاية. نعم. فإن عدم الرطب فتمر. الرطب الجديد يعني. نعم. وأما التمر فهو المجفف القديم. نعم. فإن عدم فعلى ماء لما تقدم للحديث. نعم. وقول ما ورد عند فطره ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. لم يثبت عند الإفطار دعاء معين، لم يثبت عند الإفطار أنه يقول دعاء معين، لكن إذا دعا بما تيسر من الأدعية فحسن. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي، هذا دعاء طيب. نعم، كان ابن عمر يقول هذا. نعم. ويستحب القضاء أي قضاء. انتهى الآن من الصيام وآدابه، انتقل إلى الشق الثاني من الترجمة وهو القضاء. قضى الأيام التي أفطرها من رمضان لمرض أو لسفر، أو المرأة أفطرت لأجل الحيض أو النفاس، فمن أفطر شيئا من رمضان لعذر شرعي فإنه يقضي بعد رمضان من أيام أخرى. نعم. ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا. القضاء ما هو يستحب فقط، يجب، لكن المبادرة فورا هو المستحب، وإن أخر فلا بأس، إلى أن لا يبقى على رمضان الجديد إلا قدر الأيام التي عليه، حينئذ يجب عليه القضاء. القضاء يكون مستحبا مع السعة، المبادرة مع السعة في الوقت، وأما إذا ضاق الوقت ولم يبقى على رمضان الجديد إلا قدر الأيام التي عليه فإنه يجب عليه القضاء، ولا يجوز له التأخير إلى ما بعد رمضان. نعم. لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا. إذا أفطر بسبب مشروع كالسفر والمرض والحيض والنفاس للمرأة هذا سبب مشروع، الإفطار فيه مشروع لأن الله رخص فيه، فيجب عليه القضاء، قوله تعالى فعدة من أيام أخر. أو أفطر بسبب محرم، أفطر بسبب محرم كالجماع أو الأكل والشرب متعمدا هذا محرم، لكن يجب عليه القضاء، يجب عليه التوبة، يجب عليه التوبة ويجب عليه القضاء. والجماع يجب فيه أيضا أمر ثالث وهو الكفارة. نعم.
وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. قلنا إن القضاء موسع بعد رمضان، إلا إذا ضاق الوقت يتعين عليه القضاء، لكن إذا أخره مع سعة الوقت يكون عنده نية وعزم أنه سيقضي. نعم. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر. لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر، الحرام، إلا إذا كان هناك عذر، استمر معه المرض إلى أن دخل رمضان، هذا معذور. إذا يصوم رمضان الجديد، إذا دخل عليه يصوم رمضان الجديد، فإذا انتهى يقضي بعده ما فات. إن كان معذورا بالتأخير فليس عليه إلا القضاء، وإن كان غير معذور يجب عليه القضاء ويجب عليه الإطعام، إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. نعم. لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هذا يدل على أنه يجوز تأخير القضاء خلال ما بين الرمضانين، يجوز، لأن الوقت واسع، لا سيما إذا كان التأخير لعذر إنه يجوز. نعم. إلا إذا ضاق الوقت فإنه يتعين القضاء. نعم. لئلا يدركه رمضان الجديد وعليه من رمضان القديم. نعم. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح الصيام، لا يصوم تطوعا وعليه أيام من رمضان، بل يبدأ بالقضاء أولا ثم بعد ذلك يتطوع بالصيام. نعم. فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، إن أخره حتى أدركه رمضان الجديد حرم عليه ذلك ويأثم، ويكون عليه كفارة كما سبق. نعم. وكما يأتي. نعم. وحينئذ فعليه القضاء، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. الصحابة أفتوا بهذا، أو بعض الصحابة أفتوا بأن عليه الإطعام مع القضاء كفارة عن التأخير. نعم. وإن كان لعذر فلا شيء عليه، إذا كان التأخير لعذر حتى أدركه رمضان ولم يقضي بسبب العذر فهذا لا شيء عليه في التأخير، أما القضاء فيلزمه بعد رمضان. نعم. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه. نعم. إذا كان تأخير لعذر لم يتمكن معه من القضاء ثم مات قبل أن يقضي فلا شيء عليه، ليس عليه قضاء، يعني لا يقضي عنه أحد وليس عليه كفارة، لأنه معذور. نعم. ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين. ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم. وإن كان تأخير رمضان، تأخير القضاء لغير عذر ومات قبل أن يقضي فإنه يجب إطعام مسكين عن كل يوم فدية، يكون فدية، مثل الذي عجز عن الصيام لكبر أو مرض مزمن يطعم فدية، كذلك الذي مات ولم قبل أن يقضي
وهو غير معذور في التأخير يكون عليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم. وبعض العلماء يقول يقضي عنه وليه، قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. ولو بعد رمضان آخر. نعم، ولو توالت رمضانات وعليه قضاء من رمضان قديم فإنه لا يسقط عنه القضاء، وإن مات فإنه تلزم الكفارة وهي الفدية. نعم. لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه. نعم. لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه. نعم، إذا ما يقال أنه إذا أخر القضاء عدة رمضانات من غير عذر يلزمه كفارات، بل تكفي كفارة واحدة لأنها تتداخل. نعم. والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا؟ الإطعام يكون من رأس مال الميت لأنها دينا عليه تخرج من ماله. أوصى به أو لا؟ لأن هذا الدين ما يحتاج يوصى به، هذا دين في ذمته لله فيجب إخراجه. قال صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. نعم. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة. كذلك إذا مات عليه قضاء من رمضان أخره من غير عذر حتى مات عليه الكفارة كما سبق. وكذلك إذا كان عليه صيام كفارة، كفارة قتل، كفارة يمين، عليه صيام كفارة مثل من مات وعليه صوم رمضان يطعم عنه عن صيام الكفارة. نعم. ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. نعم، المذهب أن ما وجب بأصل الشرع لا يتحمله غيره، مثل قضى رمضان، صوم الكفارة، هذا لا يقوم غيره مقامه. أما ما وجب بالنذر، فهذا تدخله النيابة، فإذا مات عليه صوم نذر ولم يصمه صام عنه ولي. في الحديث من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. نعم. وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. استحب، ما يلزم الولي، لكن استحب له ذلك من باب إبراء ذمة الميت. نعم. لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم. نعم، هذه امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صوم نذر لم تنفذه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصوم عنها؟ قال نعم، أفتاها بأن تصوم، فدل على أن النذر تدخله النيابة، عن النذر. نعم. ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها. نعم. وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع. نعم. والولي هو الوارث، للميت، هذا يسمى للولي، صام عنه وليه يعني وارثه، نعم. فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع، وإن صام غير الوارث وغير الولي من إخوانه المسلمين أجزأ ذلك عنه. نعم. وإن خلف تركة وجب الفعل
فيفعله الولي. إذا خلف تركة فإنه يدفع إلى من يصوم عنه من تركته، يدفع من تركته ما يصام به عنه النذر، يعني صوم النذر. نعم. أو يدفع إلى من يفعله عنه. نعم. ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصم. إذا ترك صوم النذر معذورا، أما إذا تركه متعمدا فلا يصام عنه. نعم. فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض. نعم. والعمرة في ذلك كالحج. كذلك الحج، إذا مات وعليه حجة الإسلام أو عمرة الإسلام قبل أن يحج، قبل أن يعتمر، فإنه يحج عنه بالنيابة ويعتمر عنه بالنيابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميت مات ولم يحج هل يحج عنه؟ قال نعم، فالحج تدخله النيابة. نعم. قال رحمه الله: باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. الصيام منه فرض كصوم رمضان، صيام الكفارات، ومنه تطوع أي مستحب، لأن كل عبادة من العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، كل عبادة لها فرض ولها تطوع من جنسها، لها تطوع من جنسها. فالصلاة لها تطوع من جنسها وهي صلاة التطوع، والزكاة أيضا فيها صدقة التطوع من جنس الزكاة، الصيام كذلك له تطوع، الحج والعمرة أيضا لهما تطوع من جنسهن، وكل فريضة يشرع تطوع من جنسها. نعم. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. نعم. قال رحمه الله: وهذه الإضافة لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة إضافة الصوم، يعني وهذه الإضافة هي إضافة الصوم إلى الله. إلا الصوم فإنه لي، الأعمال كلها لله، لماذا خص الصوم؟ قال لي، هذا من باب التشريف للصيام، من باب التشريف للصيام والتنبيه على فضله. نعم. يسن صيام 3 أيام من كل شهر. يسن صيام 3 أيام من كل شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة بذلك، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام اليوم الواحد تطوعا عن 10 أيام، فإذا صام 3 أيام فكأنما صام الشهر كله. نعم. والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض. الأفضل أن يجعلها، يجوز أن يصوم هذه 3 أول الشهر أو وسطها أو آخرة، لكن جعلها أيام البيض أفضل، وهي 13 و14 و15 من كل شهر، سميت أيام البيض لبيضاض لياليها بالقمر. نعم. لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. نعم. رواه الترمذي وحسنه. نعم. وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر، لأن القمر يبدأ من أول الليل إلى آخره في هذه الليالي. نعم. ويسن صوم الاثنين والخميس، هذا النوع الثاني من صيام التطوع، الاثنين والخميس من كل أسبوع. كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، يستحب صيامهما للمسلمين. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. ما سئل صلى الله عليه وسلم لماذا تصوم الاثنين والخميس، قال: لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. هذه الحكمة، تخصيص الاثنين والخميس. وصوم 6 من شوال، النوع الثالث، صوم 6 أيام من شوال، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، لأن رمضان عن 10 أشهر، الحسنة 10 أيام ثانية، و6 الأيام عن 2 شهر، تكون كأنه صام السنة كلها. نعم. لحديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. يعني كأنما صام السنة كلها في الفضل، لأن الحسنة 10 أمثالية. نعم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد، يستحب في صيام 6 تكون متتابعة، ويجوز أن يفرقها في الشهر. وكذلك يستحب أن تكون في أول الشهر بعد العيد، لقوله أتبعه 6 من شوال، أتبعه، الإتباع يقتضي المبادرة. نعم. ولو أخرها إلى آخر الشهر لا بأس. نعم. لما فيه من المسارعة إلى الخير. نعم. وصوم شهر المحرم، هذا النوع الخامس من أنواع الصيام التطوع، صوم شهر محرم، قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. شهر الله أضافه إلى نفسه، أضافه إلى الله من باب التشريف. نعم. وآكده 10 ثم 9، آكد صيام المحرم 10 يوم عاشوراء، ويوم 9 قبله مخالفة لليهود، قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله مخالفة لليهود، لأن اليهود يصومون يوم عاشوراء، لأن موسى عليه السلام هو أول من صامه بعدما نجى الله المؤمنين من فرعون، اليوم 10 من محرم صام موسى عليه السلام شكرا لله، فصار صيامه سنة من سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو صوم مؤكد، صوم يوم عاشوراء مؤكد، بل قالوا إنه في أول الإسلام كان مفروضا، كان فرضا، فلما شرع صيام رمضان نسخ الفرض وبقي مستحبا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 و10. نعم. قال: صوموا يوما قبله مخالفة اليهود، لئن بقيت إلى قابل، يعني إلى السنة القادمة، لا أصومن 9 و10 مخالفة لليهود. نعم. احتج به أحمد وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر
صام 3 أيام ليتيقن صومهما. يعني في بعض الروايات صوم يوما قبله أو يوما بعده، وفي بعضها صوم يوما قبله ويوما بعده. ولذلك قال ابن القيم في زاد المعاد إن صيام عاشوراء على 3 صفات. الصفة الأولى الكاملة أن يصوم عاشوراء ويصوم يوما قبله ويوما بعده، فيكون المجموع 3 أيام، هذا أكمل شيء. الصفة الثانية أن يصوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده، يعني يصوم يومين. الصفة الثالثة أن يصوم عاشوراء وحده يوم العاشر فقط. نعم. وصوم عاشوراء كفارة سنة. نعم، صوم عاشوراء كفارة سنة، الصغائر، الذنوب الصغائر يكفرها الله بطول السنة، يكفرها بصوم يوم عاشوراء، لأن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة. وأما صوم يوم عرفة فإن الله يكفر به السنة الماضية والسنة القادمة. نعم. ويسن فيه التوسعة على العيال. هذا لا أصل له، توسعة على العيال وعمل الزينة وما أشبه ذلك، هذا لا أصل له، المشروع الصيام فقط. نعم. وصوم 9 ذي الحجة. نعم، هذا نوع سادس من الصوم التطوع، وهو 10 ذي الحجة، مراد 9 لأن اليوم العيد هو 10 ما يصام بالإجماع، فالمراد بصوم 10 يعني صوم 9 ذي الحجة. نعم. لقوله عليه السلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. نعم، والصيام عمل صالح فيدخل في العموم، يدخل في العموم. نعم. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. نعم، فالعمل الصالح في 10 ذي الحجة له هذا الفضل العظيم، وهو يشمل الصيام وصلاة التطوع وتلاوة القرآن وذكر الله بالتكبير، التكبير المطلق يبدأ من بداية العشر، التكبير المطلق يبدأ من بداية العشر. نعم. وآكده يوم عرفة بغير حاج بها. مما يستحب صيامه يوم عرفة لغير حاج، أما الحاج فيكون مفطرا يتقوى على الوقوف والدعاء، وقد وقف صلى الله عليه وسلم مفطرا لهذا اليوم، فالحاج لا يستحب له صيام يوم عرفة، أما غير الحاج فيستحب له ذلك. نعم. وهو كفارة 2 سنين. نعم، يوم عرفة كفارة للسنة الماضية والسنة المستقبلة كما في الحديث. نعم. لحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نعم، فهو كفارة 2 سنين، هذا فضل عظيم. نعم. وقال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. نعم. ويلي صيام يوم عاشوراء كفارة 1 سنة، وأما يوم عرفة هو كفارة 2 سنين. نعم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، وهو اليوم 8. نعم. وأفضله أي أفضل صوم التطوع. يكفي، نقف على هذا. نعم. صلى الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحسن الله إليك، يسأل، يقول: رجل يعاني من قطرة
من قطرة بول تخرج بعد الوضوء وفي الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ يتأكد، ربما يكون هذا من باب الوسواس وليس صحيحا، فيتأكد. إذا كان يخرج منه بالفعل يخرج منه بول، فلا بد من الاستنجاء وإعادة الوضوء. نعم. أحسن الله إليك. هناك شخصين معلمين في تحفيظ قرآن متخاصمين قرابة 6 أشهر بسبب دنيوي، وأحدهما يريد الصلح وحاول عدة مرات ولكن الآخر يرفض وبشدة، وحاول معه عدة أشخاص في أن يصلح ولكن دون جدوى، وهما الآن موجودين الآن في الدرس، فما نصيحتكم لهما؟ قال الله جل وعلا: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فطلبة العلم يصلحون بين الناس، فكيف لا يصلحون بين أنفسهم؟ فإنه لا ينبغي التقاطع والتهاجر، بل طلبة العلم أولى بأن يصلح ما بينهما. أسأل الله لنا ولهم التوفيق للصلاح والإصلاح. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول: نحن في مسجدنا قمنا بتغيير سماعات وميكروفونات جديدة، وبقي هناك السماعات القديمة، هل يحق لنا أن نعطيها لمسجد آخر وهو بحاجة إليها؟ نعم، لا بأس. إذا استغنى المسجد عن فرش أو عن أثاث أو هناك مسجد آخر محتاج تصرف إليه. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول: كنت أحلف بالله كثيرا على أشياء كاذبة وأشياء حلفت على فعلها ولم أفعلها، فهل علي كفارة؟ علما أني لا أذكر عدد مرات الحلف، وهل تجزئ كفارة واحدة؟ وما هي الكفارة؟ عليك بحفظ اليمين وعدم الإكثار من الأيمان إجلالا لليمين واحتراما لها. ولكن إذا حلفت على شيء، فإن كان هذا الشيء شيئا مستقبلا، إذا حلفت على شيء مستقبل أن تفعله أو لا تفعله ثم خالفت اليمين وجبت عليك الكفارة. وأما تكرار الكفارة فهذا فيه تفصيل، إذا كانت الأيمان على شيء واحد تكفي كفارة واحدة، أما إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة فكل يمين له كفارة مستقلة. وأما أنك ما تعرف عددها فأنت تقدرها وتحتاط وتكفر عنها. نعم. صلى الله عليك. هذا يسأل عن هذه العبارة، يقول: لا يخرج الدجال إلا وقبله دجاجلة، هل هذه العبارة صحيحة؟ عبارة من اللي قايلها، يزعمون حديث هذا ولا من قول بعض الناس، ذكرها مجرد. أحسن الله إليك. أقول ذكرها مجرد أحسن الله إليك، ثم ذكر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. سؤال ثاني في الموضوع. لا، يقول قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى أكذب الخلق، إن الدجال قبله دجاجلة، لا أعرف هذا، ما أدري. نعم. أحسن الله إليك. قال ابن تيمية في الفتاوى: أكذب الخلق على الله عز وجل 3: اليهود والشيعة الرافضة والصوفية. هل ذكر هذا في الفتاوى؟ مع توضيح ما ذكر. صلى الله عليه وسلم ذكر، ثم يقول هل ذكر وشلون؟ هو يقول، يعني يقول قال ابن تيمية معناه أنه موجود. ما أدري، أنا ما وقفت على هذا الكلام، لكن معناه صحيح. أكذب الناس على الله اليهود، ثم الشيعة لأن الشيعة صنيعة اليهود فهم يشبهون اليهود، ثم الصوفية لأنهم مبتدعة، والمبتدعة هم أكذب الناس. نعم. صلى الله عليك. إذا كان لدى المرأة ذهب ولدى بناتها ذهب آخر، نعم،
يقول أحسن الله إليك: إذا كان لدى المرأة ذهبا ولدى بناتها ذهبا آخر، إلا أن ذهب بناتها لم يبلغ النصاب، فهل يجمع ذهب البنات إلى ذهب الأم ليزكى عنه أم لا؟ لا ما يجمع، لأن ذهب البنات لهن وذهب الأم لها. ذهب البنات إذا كان ما يبلغ النصاب ليس فيه زكاة، أما ذهب الأم إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة، على الخلاف في ذلك بين أهل العلم. نعم. صلى الله عليه. يقول: ما حكم الزواج بملحدة وأنا في بلد شيوعي وأخاف الزنا؟ لا يجوز الزواج بالمشركة مهما كانت. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إلا أنه يستثنى ما رخص الله فيه، وهو الزواج من الكتابية، اليهود والنصارى خاصة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. اليهود والنصارى يجب المسلم أن يتزوجها بشرط أن تكون محصنة، أي عفيفة عن الزنا. أما الزانية فلا يجوز، حتى المسلمة الزانية لا يجوز تزوجها حتى تتوب، كيف إذا كانت يهودية أو نصرانية؟ الزانية لا يجوز للمسلم أن يتزوجها حتى تتوب من الزنا. ولهذا قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات بهذا الشرط، تكون محصنة يعني عفيفة عن الزنا. نعم. صلى الله عليك. يقول: ما هو الأفضل في رمضان، الجلوس في حلقات العلم أم قراءة القرآن؟ قراءة القرآن أفضل، لأن هذا له خاصية برمضان، وطلب العلم موسع بعد رمضان، طلب العلم يكون بعد رمضان وقته واسع. وأما فرصة رمضان فإنها تفوت تنتهي، فيخصصها للعبادة والذكر وتلاوة القرآن، ويؤجل طلب العلم لما بعد رمضان. هكذا كان السلف، كانوا إذا أقبل رمضان أحضروا المصاحف وتركوا حلق الذكر وأقبلوا على تلاوة القرآن. نعم. أحسن الله إليك. وهذا يقول: ما حكم بيع العطور السائلة ليست البخاخة؟ ما حكم بيع العطور السائلة، الدهن يقصد الشيخ، وليست البخاخة، وحيث أن هناك من يقول أن، لأن هناك من يقول أن فيها نسبة من الكحول؟ الأصل الإباحة، والإشاعات ما يعمل بها، الأصل الإباحة، والعطور الأصل فيها الحل والإباحة، إلا إذا ثبت أن فيها شيئا من الكحول فلا تستعمل، لأنه استعمال للخمر وإن قل لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. وهذا يسأل يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يسأل: هل هذا الحديث صحيح؟ وهل إذا صمت بعد منتصف شعبان هل علي شيء؟ الحديث في يغلب على ظن أنه لا بأس به، ولا تصوم بعد انتصاف شعبان، والحديث ينهاك عن ذلك. نعم. صلى الله عليه. هذا يقول: هل كل كفارة الإطعام؟ لكن إن صمت، إن كنت تصوم قبل النصف فإنك تواصل الصيام لا بأس، أما إذا ما صمت قبل النصف فالحديث ينهاك أن تصوم بعد النصف. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل كل كفارة الإطعام تكون بمقدار نصف صاع، أم أنها قد تزيد في بعض الأحوال؟ العلماء مختلفون في المقدار، بعضهم يقول إن كان الإطعام من البر فيكفي ربع الصاع مد، أما إن كان الإطعام من غير البر فلا بد من نصف صاع من التمر، من الشعير، من الذرة، من الزبيب، نصف صاع أي مدان. نعم. والبعض الآخر يقولون نصف صاع من الكل، نصف صاع من الكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب نصف الصاع في كفارة أو في فدية حلق الرأس،
للحج ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، قال له صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فنص على نصف الصاع. نعم. أحسن الله عليك. هذا يقول هل يوجد هل على اللواط يقول هل على اللواط كفارة؟ إيش تقول؟ هل على اللواط كفارة؟ يسأل اللواط إذا فعل في رمضان هل عليه كفارة يا شيخ؟ نعم، لأنه وطئ في الفرج ففيه الكفارة وفيه الحد أيضا، ما يكفي الكفارة، فيه حد، حد اللوطي وهو القتل إذا ثبت عليه ذلك. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول هل يجوز صلاة أن تصلى صلاة الضحى الساعة 8؟ نعم. هل يجوز أن تصلى صلاة الضحى في الساعة 8؟ صلاة الضحى وقتها موسع، من ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر، قبيل الظهر كل وقت لصلاة الضحى. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول هل يوجد في الأحاديث أن الإنسان إذا نام وهو متوضئ أن روحه تذهب إلى الله وتسجد أمام الله، ثم إذا استيقظ ترجع روحه إليه وتقول غفر الله لك؟ لا أعلم هذا، لكن يستحب للإنسان أن ينام على طهارة، يستحب له أن ينام على طهارة، أما أن تذهب ما أدري وين تروح الله أعلم. نعم. هذا يقول هل صحيح أنه ينبغي حلق الشعر الواصل بين الشارب واللحية؟ نعم. هل صحيح أنه ينبغي حلق الشعر الواصل بين الشارب واللحية؟ ما كان من الشارب فإنه يجز ويحفى، ما كان من الشارب، ما هو بس اللي يصل باللحية، كل الشارب لا يترك يطول بل يجز ويحفى كل الشارب، ما هو يؤخذ بعض ويترك بعض. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول إذا تذكر المأموم أثناء الصلاة أن في ملابس الإمام نجاسة تعرض لها الإمام قبل الصلاة، فماذا على إذا تذكر المأموم أثناء الصلاة أن في ملابس الإمام نجاسة تعرض لها الإمام قبل الصلاة، فماذا يلزم على المأموم أن يفعل؟ عليه أن ينبه الإمام إذا كان يعلم أن في ثيابه النجاسة ولم يغسلها، وش يدري أنه ما غسلها، يمكن أنه غسلها، يمكن الإمام غسلها وهو ما يدري. الأصل أن الصلاة صحيحة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول فتاة قابلت شاب في نهار رمضان وحصل بينهما ما دون الوطء، فهل عليهما كفارة أم أن التوبة تكفي؟ الكفارة ليس عليهما كفارة لأنه ما حصل جماع، لكن إن حصل إنزال شهوة فإنه يبطل الصيام وعليهم القضاء، عليهم القضاء إذا حصل إنزال شهوة مع اللقاء، حصل إنزال مني فإن الصيام يبطل عليهم القضاء. نعم. أحسن الله إليك. ما انتهى الوقت. نختم أحسن الله إليك بهذا السؤال في نهاية هذا اللقاء، هل من نصيحة لطلاب العلم خاصة والمسلمين عامة فيما يتعلق بالاعتصام بالكتاب والسنة وطلب العلم الشرعي والبعد عن الفتن؟ لا شك أن هذه وصية عامة لطلبة العلم أن يواصلوا طلب العلم وأن لا يكسلوا وأن يعملوا بعلمهم، أن يعملوا بعلمهم، لأن العلم لا يطلب لذاته فقط وإنما يطلب للعمل، فهو وسيلة إلى العمل الصالح. ونوصيهم بتقوى الله ومواصلة طلب العلم والعمل الصالح بما علمهم الله، ونوصيهم بالدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، ونسأل الله للجميع الإعانة والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا